قيامة المسيح. قيامة ربنا يسوع من الموت تعتبر تاج المعجزات. لقد حبل به بمعجزة من روح الله وقام من الأموات إلى الحياة بمعجزة. القيامة تصرح أن المسيح ابن الله وتؤكد على لاهوته. وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. القيامة هي حجر الزاوية للإنجيل، وهي أساس الإيمان المسيحي، وتعطي مصداقية للرسالة المسيحية. القيامة تعطي قوة غير قابلة للاختراق، فالقيامة هي القلعة الحصينة لعقيدتنا. القيامة تعبر عن صدق دعوة وأقوال المسيح، إن كل ما قاله كان حق. القيامة هي الضمان والكفالة والمرجعية والحقيقة لإرسالية التلاميذ أيضاً بقوة الروح القدس. من فترة إلقاء القبض على المسيح في بستان جتسماني تألم المسيح بشدة، آلام مبرحة جسدياً ونفسياً. لم ينم كل الليل، ضرب، كانوا يأخذونه من مكان إلى مكان بسرعة، جلد بواسطة جنود الرومان بالسياط التي فيها قطع حديد وحادة، وكان الجلد عذاب فظيع. وتحت الآلام والتعب والإرهاق الشديد وضعوا على رأسه إكليل من الشوك الحاد. كان عليه أن يحمل الصليب الثقيل إلى خارج أسوار أورشليم، ثم سمروا يديه ورجليه. والأكثر صعوبة كان على المسيح أن يتحمل كل الآلام وخطية البشرية، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. مات المسيح فعلا، إنها حقيقة تاريخية. ثم طعنه الجندي بالحربة في جنبه ليتأكد من موته، خرج دم وماء من جنبه، وهذا برهان على موته. بالحقيقة مات المسيح. نقرأ عن نيقوديموس من مجمع السنهدرين ويوسف الرامي، طلبوا إذن من بيلاطس أن ينزل الجسد من على الصليب، وأحضر نيقوديموس كميات كبيرة من الحنوط والعطور لتكفين الجسد. ثم وضع المسيح في قبر يوسف الرامي، في قبر جديد منحوت من الحجر. ثم دحرجوا حجر كبير على الباب، ولأن اليهود علموا أن يسوع تكلم عن قيامته في اليوم الثالث، طلبوا حرس روماني عند القبر، وأيضا ختم الحجر بالختم الروماني حتى لا يتجرأ أي شخص من الاقتراب من القبر، والذي يقترب عقابه الموت. لكن هذا الختم كسر، ودحرج الملاك الحجر الكبير، وجلس الملاك على الحجر بينما ارتعب الحراس وصاروا كأموات. قام المسيح منتصرا ظافرا من الأموات كما قال، قام وهزم الشيطان وجرده من كل سلطان، وهزم القبر والموت، وأن لا قوة للقبر على يسوع المسيح. وصرح الملاك، ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال، هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. قام المسيح منتصرا، هللويا. وتوجد براهين كثيرة على قيامته. مئات من الشهود رأوا قيامته بالجسد ولمدة 40 يوم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما
ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وكما عبر بطرس، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. من أهم البراهين لقيامة المسيح التغيير الجذري الذي حدث مع التلاميذ. تغيروا من الخوف والفشل والإحباط والشك وتحولوا إلى الإيمان والشجاعة والجرأة. لم يقف أي شيء أمامهم، لا تهديد ولا اضطهاد، وأصبحت القيامة الموضوع الرئيسي للكرازة، وتيقنوا أن المسيح حي، واحتملوا أشد العذابات من أجل المسيح. ثم ماذا عن القبر الفارغ؟ لم يجدوا الجسد، لو عرفوا لأحضروه. ثم الكفن يعتبر شهادة عظيمة، فالجسد انسل من الحنوط واختفى، والمنديل الذي على الرأس كان موضوعا جانبا، إلى درجة مكتوب عن يوحنا رأى وآمن. ثم ماذا عن صمت الأعداء؟ إنه دليل كبير على قيامة المسيح. برهان آخر، تغيير يوم العبادة من السبت إلى الأحد، ولاحظ أن المؤمنين بالمسيح كانوا يهود. ثم وجود الكنيسة المسيحية ونموها وانتشارها دليل على قوة القيامة وأن المسيح حي. كتاب العهد الجديد مؤسس على قيامة المسيح. نبوات العهد القديم تحدثت عن القيامة. عمل المسيح في حياة الملايين هي شهادة حية عن قوة قيامة يسوع المسيح. ما زالت الكنيسة تمارس سلطان المسيح الحي من خلاص النفوس وشفاء المرضى وتحقيق مقاصد الله وامتداد ملكوته على الأرض. نعم، ليس هو ها هنا، لكنه قام وهو حي فينا.